شنو علاج جرثومة المعدة؟ نعم جرثومة سمير الكندي. هذه القص الهندي يستخدمون القص الهندي لمدة شهرين. شنو هو؟ القص الهندي تكلمنا عنه. إيه لمدة شهرين. شهرين بس يذبحها مرة واحدة. شلون يعني؟ يأخذها على شكل حبوب أو كباسيل حبتين بعد الغداء حبتين بعد العشاء على مدى شهرين وقول مع السلامة. حلو.